الفرحة اليوم شحال تسنينا احنا جينا لا تكونوا ما جينا هاد الفرحة اليوم شحال تسنينا عمرك شفتي الصباح خايف كيتخلع ولادنا رجال سبوع رايتنا راه مرفوعة احنا جينا لا لا تقولوا ما جينا الفرحة اليوم شحال سنينا عمرك شفتي السبع خايف كيتخلع ولادنا رجال سبوع رايتنا راه مرفوعة نبغى غربة في لاكوبيمون يا ولي جالس اليوم معكم فيديو جديد هيت جديد كما كتعرفوا اليوم المنتخب الوطني لعب مع المنتخب الليبيري لاعبين هنايا في الدار البيضاء في طونور وان شاء الله كنتمنوا من المنتخب المغربي ينتصر وباش يتكاليفوا ان شاء الله الكوب دافريك ماتش يعني مصيري وغادي اليوم نتفرجوا فيهم ونشجعوا المغرب وديما المغرب كما كتعرفوا السبع والسبع وصول الاطلس كنتمنوا ان شاء الله يربحوا اليوم وخليكم معايا غنصوروا لكم بزاف ديال الاشياء اليوم خليكم معايا عازين بقى كلشي غادي تشوفوه معنا نجمة هي معنا زينب كتشوفو غادي تقريبا سونس والماتش راه ملعوب حتى التمنية ومازال غادي نصورو لكم الأجواء كيفاش كتكون دابا غادي ناكلو وغادي إن شاء الله غنتحركو التيران وغادي نصورو لكم الأجواء كيفاش كتكون خليكم معانا إي فوالا الإخوان دزنا من البوابة الأولى وما خلوناش زينب كعاد ما خلوناش ندوز قرعه الماء دخلناها بلا غلاقه دابا ممنوع تدخل غلاقه انا كنت عارف هاد القضيه هادي وقلت لزينب في سميتو مي دابا شافوها مباشره ودابا حنا في التيران دابا الملعب ودابا غادي ندخلو وخليكم معايا كاين اللي عمرو عاش هاد اللحظه كاين اللي عاشها ولكن تسنى 20 عام باش يولي عيشها كأس العالم المغرب في كأس العالم احنا عندنا الزنطره كبار صغار شوفوا على الاخوان شير دخلت قالت لك معلم الاهل اي فوالا احنا دابا في المغرب المغرب شي شي اللي بغيت شي بلاصه لا هاي لا هاي مغرب زين مغرب مغرب مغرب
كلشي غيتجمع، كلشي غيتشجع، كلشي غيهز الراية ديال المغرب الفوق. غنساندو الرجل العظيم Oh,
النشيد الوطني المغربي النشيد الوطني المغربي ان شاء الله وغادي نشدو القنوات
30 لحد الان المنتخب الوطني ما اديش بشكل داك الشكل داك الشيء اللي كنا كنتوقعوا حتى شي حاجه. غادي 30 دابا لا فرصه لا حتى شي حاجه, وحنا كنتمنوا ان شاء الله من مع مرور الدقائق تتغير النتيجه ان شاء الله, وتتغير حتى الاداء. ونتمنوا ان شاء الله حتى شي يومين نمشيو تيرقوا غادي يتكاليفاو وكيما غير الجمهور. نهايه الشوط الاول بين المنتخب الوطني ومنتخب ناميبي 0-0. صراحه المنتخب الوطني ما مقدم حتى شي حاجه, عرفتي بروميير ميطا راه كارثي, راه حشومه وحشومه حشومه يأديو بهذا اللعب هذا. هما اللعابه دابا غادي هابطين, والجمهور صراحه غاضب صراحه صراحه. خليل وزيد خايف كيتخلع ولادنا رجال سبوع رايت نارا مرفوع. الشوطين كما كتعرفوا المنتخب المغربي ما ادى حتى شي حاجه, كان الاداء نيل, النتيجه نيل 13-0 فرصه خويا ميطو 0 فرصه. وكنتمنوا ان شاء الله الدوزيام ميطو باش يتحسن الاداء ديال المنتخب الوطني ان شاء الله, ويحاولوا ان شاء الله يخرجوا لينا الماتش ان شاء الله شي نتيجه اللي يفرحونا وصافي. نربحوا اي فرقه كاينين, لا تقولوا ما كاينين المغرب علاش قادين, والله في نورمال نكونوا في المونديال كنلعبوا دقه دقه وكنربحوا اي فرقه. المغرب في لاكوب دو مون يا ولي جالسينو, المغرب في لاكوب دو مون الوطن. لا شوف الوطن.
ولا الاخوان طلقت الدوزيام ميطو زينب مقوسه على المنتخب المغربي مقوسه عليهم هذه مقوسه على المنتخب المغربي المهم ما عرفتش شنو بغات عند ليكيب ناسيونال مازال الجمه مقوسه شويه فهمتي ايوا كنتمنى ان شاء الله راه برومي ميطو داز كامل شي حاجه كنتمنى الدوزيام ميطو باش تدوز المستوى اللي ان شاء الله ان شاء الله وكنتمنوا منتخب ناميبيا يربح المنتخب الوطني ضربة جزاء المنتخب الوطني دقيقة 54 وغادي يضرب فيصل فجر وكنتمنوا ان شاء الله باش يمارك هذه ضربة جزاء ان شاء الله وغادي نصورها لكم ونخليكم معنا يلا تقعد يا زينب بالشر منتخب ناميبي ماشي شي منتخب اللي قوي ولا اللي سميتو يعني
87 وهذه في لي صفر كما كتعرفوا نيت مارك البيت الثاني وخاك نقص الاداء ديال المنتخب الوطني الحمد لله 3 بوان هي اهم شيء كتشوفوا الجماهير دابا دقيقة 88 دابا باقا شي دقيقة وكنتمنوا ان شاء الله شي نيو المباراة بهدفين لصفر نهاية مباراة بهدفين لصفر فوز المنتخب المغربي على المنتخب الناميبي بهدفين لصفر زين كيفاش جاتك المباراة اليوم؟ رائعة ياك أجواء كيفاش كانت؟ بالصحة والراحة وبالصحة لجميع المغاربة كاملين وفيف لو ماروك ان شاء الله كنتمنوا في كوب ديمون دابا تكاليف كاس افريقيا وكنتمنوا ان شاء الله في كوب ديمون يفرحونا ان شاء الله وخليكم معنا ان شاء الله في شي فيديو جديد وشي اجواء اخرى ان شاء الله اللي نشوفوا لعبوا بالروح لعبوا بالقلب جامي سبع يخسر الحرب تاريخ جديد غيتكتب ويا الله ويا الله تيكي تاكا مغربية تطلو ببيت عالمية كوراج كوراج بن عطية ويا الله ويا الله ارفيرو نار ناري ناري بوسو فنفاجر الدراري حكيم زياد ولد بلادي وهذا الشهور يقدر عليه المهدي في الدفاع خطه ثابت نبيل درار طالع هابط ونور الدين المرابط هذا شكون يقدر عليه بيني وبينكم واش عقلتو